ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده كب كيك الشوكولاته. معانا المقادير 3 كوبايات دقيق، كوبايه سكر، كوبايه لبن، 3 ارباع كوبايه سمنه على زيت، 3 بيضات، نص كوبايه كاكاو خام، معلقه خل، معانا بيكنج باودر، محسن كيك، ملح وفانيليا. هننزل بالبيض مع السكر، حطينا معلقة الخل والفانيليا معاهم، هنضربهم مع بعض كويس. نضربهم 10 دقايق مع بعض او 8 دقايق عشان السكر هنا فيشن عشان يذوب كويس. هنزل بالسمنة والزيت عليهم. كوباية اللبن، كان هنا البيكنج باودر مع دي، ونقلبهم كويس مع بعض. هنزل الكاكاو ونضربهم مع بعض كويس. هنزل بالدقيق واحدة واحدة. هنفضل نضرب لما الخليط يبقى بالشكل ده كده. هنجيب الخليط نحط في الفرن، ما نملاش قوي، يبقى نصها بس عشان الخليط ده بيزيد. اللي عنده فورمة الكب كيك يحط فيها، اللي مش عنده يحط في صينية عادية زي دي. ده كده الشكل النهائي بتاعه بعد ما حطيناه في الفرن. هنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 من قبلها ب10 دقايق، هنحطه لمدة نص ساعة. ده شكله بعد ما خرج من الفرن.